اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا اليوم في بلده ستوكبورت التابعه لجريتر مانشستر في وسط شمال انجلترا، مدينه فيها وجود بسيط للجاليه العربيه، طبعا فيها كمان جامعه، وحبيت اصور فيها لانه احنا قراب من مانشستر، وانا صورت بعض الفيديوهات من مانشستر وضواحيها. موجود في 2 شوبينج سنترز في ستوكبورت، واحد اسمه ميرسي واي شوبينج سنتر، في كمان شوبينج سنتر اسمه كورت شوبينج سنتر. ابنا ماركت هول، سوق بس مسكر ما بعرف ليش. هذه الساعة المشهورة هنا في ستوكبورت. Alright, we are in Manchester. So this is Stockport in Manchester. أثناء وأنا بتجول لقيت في شوارع بتوديك على حواري فرعية، تعرف أرجيكوا إياها. هذا شوبينج سنتر بعيد حوالي 5 دقائق من التاون سنتر تاع ستوكبورت، اسمه بيل سنتر. في هنا كار بارك والمصفة مجانا يوم احد، انا جيت اصور هذا الفيديو في يوم احد. اصدقائي، انا انتجت حوالي 530 فيديو في بريطانيا من حد ما بدأت هاي المهمة، توثيق رحلاتي وتعريفكم بالأماكن الموجودة في بريطانيا سواء عربية أو غير عربية. طبعاً بشكركم على الدعم، وبشكر كل شخص يعني مواكبني ومستمر معايا في هاي الرحلة. حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.